السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأسعد حال. معاكم سارة محمد، والنهاردة فيديو جديد هنعمل فيه كبسة سعودي بطريقة حلوة جدا ومش بتاخد وقت، بل بالعكس انا بحس ان الاكلة دي اكلة يعني للانجاز، للطوارئ، اللي هو لو جالك حد ثواني كده تعمل اللحمة وكله ببعضه، اكلة الحلة الواحدة تلاقي نفسك عملتيها بسهولة جدا وما بتاخدش معانا وقت. قبل ما نبدأ الفيديو بقى بتاعنا، ما تنسونيش باللايك، ولو الفيديو عجبكم شيروا لاصحابكم، واي حد عايز وصفه يكتب لي في التعليقات وانا هعملها لكم العنايه الاثنين. يلا بقى بينا نبدأ ونشوف طريقه وصفتنا والمكونات اللي كانت معانا ايه. يلا بينا. اول حاجه هنا كانت معايا حله، ولعت عليها النار ونزلت بحوالي 3 معالق زيت. انا استخدمت هنا زيت الذره، بيبقى طعمه حلو جدا في الاكل، مش بيغير طعمه. وهنزل عليها بمعلقه سمنه، بس معلقه كبيره يعني، تمام؟ اي نوع سمنه بقى عندك، عايز تحط سمنه بلدي، سمنه اي نوع سمنه، زبده، اي حاجه يعني، تمام؟ انت بتستخدميه. هيسيحوا كده مع بعض، وهكون هنا مجهزه اللحمه. انا هنا استخدمت اللحمه الشمبري القطعيه، كانت بالمنظر دوت، بس اهم حاجه اللحمه يكون فيها نسبه دهن، ده شيء اساسي، لان الدهون تدي طعم حلو جدا للحمه. لازم انزل باللحمه بتاعتي واديلها صدمه على النار واخلي لونها يتغير معايا، بس ما يغمقش قوي، وهوريكم الدرجه اللي احنا عايزينها. هنا بقى كنت مجهزه البهارات بتاعتي وهبتدي انزل بيها، قرنفل وحبهان ورق لورا وليمون مجفف، تمام؟ هنزل بكل الحاجات ديت وهشوحها كويس جدا مع اللحمه، تدي طعم حلو وريحه فظيعه يعني. هبتدي هنا اكون مجهزه بصلايه متوسطه مقطعاها على ايديا عادي بالسكينه خرطاها. هنزل بالبصلايه بتاعتي على المكونات دي وهبتدي اشوح كل الحاجات دي ببعض، وقت يعني مش اقل من 10 دقائق، تمام؟ شايفين ان لون اللحمه اتغير وبقى حلو ازاي؟ انا كده عندي كانت اخدت تشويحه كويسه جدا. هبتدي انزل بكوبايتين ميه مغليين، هغطي بس كده ايه اللحمه على خفيف، مش اكتر من كده، زي ما انتم شايفين كده الميه في نفس المستوى دوت، تمام؟ هوطي عليهم النار جدا جدا واسيبهم يستوي، كل ما هتوطي النار هيستوي معاكي بسرعه. هنا كانت اللحمه خلاص دخلت معايا في سوا، هبتدي انزل بمعلقه من بهارات الكبسه موجوده عند العطار، ونزلت عليهم بمعلقه من الكركم. هياخدوا بس غلوه وارجع لهم تاني كده، خلاص هبتدي بقى اللحمه استوت. هبتدي انزل بالملح بتاعي، تمام؟ وهنزل بقى بكميه الميه على قد كميه الرز، يعني انا هنا كان معايا 3 كوبايات رز، نزلت ب6 كوبايات ميه، كلنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد ضعف الكميه ميه، تمام؟ انا ما كنتش نقعاه ولا اي حاجه، انا بستخدم نوع رز عارفه ان هو كويس جدا، الرز الهندي، فما بنقعهوش، بغسله وبحطه بس على طول، تمام؟ هقلبهم تقليبه كويسه عشان بس الكركم وكده والالوان كلها تبقى متجانسه مع بعض، وهغطي عليه على نار عاليه، واول ما يستوي هوطي عليه النار. بصوا استوى معايا وطالع ما شاء الله، اللهم بارك، ورز مفلفل وجميل ازاي، والبهارات طلعت على الوش كلها، ممكن تشيليها، تمام؟ اهو غرفتها لكم بالمنظر ده، عايزه اقول لكم طعمها كان فظيع، واللحمه دايبه دوب، بس والله كانت سخنه جدا، ما قدرتش حتى امسك قطعه اللحمه اقطعها لكم يعني، بس هي شكلها باين ان هي حلوه. يا رب اكون بنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.